رجعنا من جديد. كنا بنقول الاعراض الحاده لحساسيه الجلوتين. في كمان كم عرض كده، احنا قلنا الضباب الدماغي اللي هو ما بفكرش بطريقه سليمه وبنسى كتير، ده برضو بسبب حساسيه الجلوتين. الم بقى المفاصل والعضلات، تخيلوا برضو ممكن يكون سبب من اسبابه حساسيه الجلوتين. واخر حاجه التنميل، تنميل في الايدين والرجلين، ده خصوصا الناس اللي عندها سكر او نقص فيتامين بي 12 مع حساسيه الجلوتين بيسبب التنميل ده، فده بيبقى مشكله، يعني حاجه مش ظريفه ابدا، وبتتعب خصوصا لو الواحد كبير في السن، بتبقى مشكله كبيره. فلازم اخد بالي كويس جدا من الحكايه دي واعرف اشخصها صح. اجي بقى اكمل العيش بتاعي، ادي العيش اللي خمر سيبناه ربع ساعه، زي ما قلت لكم العجينه بتاعته بتتقطع بسهوله، ما بتمطش زي العيش العادي. بفرده اهو واجي على طاسه سخنه هحطه، بسم الله، لغايه لما يستوي معايا. اخد بالي بس ان هو ما يتحرقش، واخد بالي ان الطاسه تكون ما بتلزقش علشان ما يبص معايا. وزي ما قلنا لو هعمله بدقيق عادي مفيش مشكلة، بس ما يكونش عندي حساسية. يعني لو عايز اخد انا واحدة عادية ما عنديش حساسية جلوتين وهاخد الوصفة دي واستعملها في دي عادي مفيش مشكلة. هو كده اهو هيبقى، شوفوا البابلز عليه، ابتدت الانتفاخات دي تبان، الفقاقيع شايفين اهو لما بيبتدي يستوي بقى كده. واهم حاجة كل شوية اهزه علشان ما يتحرقش. بسم الله، لسه شويه. طبعا الدقيق اللي بحطه تحته هنا برضو يكون دقيق خالي من الجلوتين، علشان حتى لو حاجه بسيطه، لو الحساسيه عندي عاليه من الجلوتين، حتى لو حاجه بسيطه زي كده اهو، وده دقيق قمح هيعمل مشكله برضو، فناخد بالنا. بصوا ادي العيش اهو، اهي شايفينها اهي، عايزه ابص بس تحت اهو ابتدى، بسم الله اهو شايفين اهو. على فكره العيش ده غالي جدا، حاجات الجلوتين فري غاليه جدا في المحلات، عشان كده لانها بتتعمل طبعا لفئه معينه، بس عشان كده انا قلت اعمل لكم الحاجات دي علشان في ناس كتير دلوقتي محتاجاها، وعلشان تعرفوا توفروا على نفسكم كتير. هقول لكم بقى دلوقتي بعد ما نخلص العيش كده، هقول لكم الحاجات اللي ما فيهاش جلوتين، الانواع دي اللي ممكن نستعملها، عشان في حاله ما لقيتش ان هو مكتوب عليه خالي من الجلوتين. خلاص اهو واحده كمان، بسم الله اهو. في حاجات كتير العلم ابتدى يكتشفها، زمان ما كناش بنسمع عن حاجه اسمها حساسيه جلوتين، لان العلم ما كانش تقدم وعرف ان في حاجه اسمها كده. كمان علشان هو مرض لغايه دلوقتي ما اكتشفولوش برضو تشخيص، مش تشخيص، يعني ازاي اعرف ان انا عندي المرض ده، هو بس فعلشان كده اتاخر اكتشافه، عشان كده في ناس كتير ما بتسمعش عنه. بس في ناس عندها الاعراض دي وهي مش عارفه الاعراض دي من ايه، فاكراها من حاجات تانية. بس على فكرة يعني الصداع ما بيجيش من غير سبب، ما فيش حاجة اسمها عندي صداع ملوش سبب، إلا بقى لو صداع نصفي. ما فيش حاجة اسمها نظري ضعف فالصداع. وعايزة أقول لكم على حاجة تانية، صداع العينين لا يمكن تصحى بيه، الصداع اللي بيجي بسبب العينين لما تصحى بالنوم بيروح بالنوم، لازم أخد بالي. والصداع اللي بيجي ورا غير بيجي فوق، يعني في كذا مكان للصداع، ما فيش صداع بيجي من غير سبب، دي نقطة مهمة خدوا بالكم منها. فعندي صداع لازم أعرف من إيه. وطبعا أكتر حاجة بتعمل الصداع الإمساك، أيوة جسمي بيقول أنا عندي مشكلة، بيشتكي بيقول لك خد بالك. آدي العيش، العيش الفقاقيع اللي بتطلع ده معناه ان هو هيبقى اتنين، يعني بينفخ ان انا اقدر افتحه ويبقى اتنين. زي ما قلنا الدقيق الخالي من الجلوتين ما بيمطش معايا في العجن، فهي دي بس مشكلته. اهي بصوا اهو، ادي الرغيف
حلو زي الفل، وهنحط واحد تالت ونقول بصوا بقى ايه الحاجات اللي ينفع اكلها وما فيهاش جلوتين. الرز، الرز دي الرز ما فيهوش اي جلوتين، هو خالي من الجلوتين. الذره، نشا الذره، خدوا بالكم النشا، النشا العادي احيانا بيبقى فيه جلوتين، فبرضه ناخد بالنا واحنا بنطبخ لاولادنا او للعيله من حاجه زي كده. البطاطا، البطاطس، الدقيق بتاعهم برضه ان في دقيق بطاطس ودي بطاطا ما فيهوش جلوتين. طبعا البقوليات اللي هي دي حمص، دي فاصوليا، كل دي انواع من الدقيق موجوده، بس احنا ممكن ما نكونش بنسمع عنها لان احنا بنستعمل زي ما قلنا دقيق القمح، لان هو اكتر حاجه منتشره واكتر حاجه بتبقى بتدي نتيجه حلوه في المعجنات، فعشان كده القمح بنستعمله دايما اهو. بسم الله. زي ما قلت لازم الطاسه تكون ما بتلزقش عشان يبقى سهل ان انا اخبزه، لو ما عنديش طاسه ما بتلزقش ممكن احطه في الفرن. خلاص هكمل بقى العيش، خلينا نروح لفاصل. هنروح لفاصل وارجع لكم بعد الفاصل تاني.